هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شرب الخمر؟ وما دور زوجته عندما شرب الخمر؟ لأنها امرأة تعاني من زوج يتعاطى المسكر ولها منه أولاد. نعم، وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يشرب الخمر، وأقام صلى الله عليه وسلم عليه الحد وجلده، هذا شيء ثابت في السنة. وامرأة الذي يشرب الخمر عليها أن تناصحه، وأن فإن أصر وداوم على شرب الخمر فعليها أن تطلب الفراق منه، عليها أن تطلب الفراق منه، لأنه رجل غير صالح ويؤثر عليها وعلى أولادها. نعم.